الأسود أحد أبرز معالم هذا البيت الحرام والكعبة المعظمة، هو قطعة من الكعبة، بل هو أعظم أجزائها وأشرفه. الحجر الأسود أشرف حجر على وجه الأرض، بل هو من حجارة الجنة كما ثبت في الحديث أنه نزل من الجنة، وفي الحديث الآخر أنه نزل من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم. الحجر الأسود هو هذا الواقع في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المعظمة قريباً من باب الكعبة. الحجر الأسود مبدأ الطواف كما قال جابر رضي الله عنه في وصف حجة الوداع، حتى إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم البيت واستلم الركن وطاف بالبيت رمل ثلاثاً ومشى أربعاً. الحجر الأسود هو الواقع في هذا الركن مرتفع عن أرض المطاف نحو متر ونصف المتر. الحجر الأسود المطوق بطوق من فضة، وأول من طوقه الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما. هذا الذي تراه داخل الطوق الذي نقبله ونستلمه وهو الحجر الأسود إنما هو قطع، ومن تأمل وجد في داخله ثمانية قطع هي عبارة عن الجزء المتبقي من الحجر الأسود في ظاهره، مجموع بعضها إلى بعض أحجام متفاوتة أكبرها مثل حبة التمرة، فمن تأمل في منتصفها رآها فليحرص على أن تكون قبلته واقعة عليها. ثم هي مجموعة في معجون مخلوط من الكافور والمسك والعنبر. الحجر الأسود شرع لنا أن نبدأ به الطواف، يقبله أحدنا إذا استطاع، ويستلمه إن لم يستطع بيده فيقبل يده مكبرا مع رأس كل طواف، فإن لم يستطع وابتعد فله أن يقبله بشيء بيده يشير إليه ويمسه فيقبله كما فعل صلى الله عليه وسلم بالمحجن وهو العصا الذي كان بيده. ويسن استلام الحجر وتقبيله خارج الطواف، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أتم الطواف وأراد الانصراف إلى المسعى أتى إليه فقبله وانصرف. صح عن ابن عمر، صح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في البخاري قوله: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نقبل الحجر الأسود في الطواف، نستلمه، نبتدئ به طوافنا. وصح في الحديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليبعثه يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، هو ياقوتة من يوم